السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أول حاجة زي ما انتم متعودين بنبتدي بيها الصدقة. الصدقة قلنا ممكن طبعا ممكن نطلعها على نية بنوايا كتير، أي حاجة أنت نفسك فيها نفسك تحصل أو أي أمنية عندك نفسك تحققيها طلعي صدقة بنية تحقيق الأمنية دي، تمام؟ وقلنا ممكن نطلع صدقة، ممكن تعلمي أي طفل، ممكن تساعدي أي حد محتاج أي حاجة، حد محتاج مشوار تروحه له، حد محتاج منك أي مساعدة، دي برضو تعتبر صدقة. قدرتي تطلعي مال؟ طبعا تطلعي مال، يعني أي مبلغ، حتى لو جنيه 2 جنيه 5 جنيه، على قد ما تقدري تطلعي صدقة طلعي صدقة، بس لازم نطلع الصدقة دي لأنها هتفرق معاكي كتير قوي في كل بقى الحاجات اللي أنت عايزة تشتريها دي، تمام؟ كده معانا أول بند من البنود. طبعا ما ننساش طبعا الذكر الله والصلاه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، الاستغفار كتير، الحوكله كتير، كل ده بيزيد الرزق. ونسال الله البركه، عشان مش مهم الرزق يبقى قد ايه، المهم ان يبقى فيه بركه في الرزق عشان ربنا يبارك فيه. لما ربنا يبارك فيه هيكفي، لكن ممكن يبقى فيه رزق بس مفيش بركه. وانا قلت لكم قبل كده في منيات كتيره ايه اسباب البركه وازاي نستجلب البركه، تمام؟ معانا هنا اول بند بقى، بند الفطار والعشاء. معانا هنا اول حاجه هنجيب بيض، هنجيب 20 جنيه بيض. البيض طبعا دلوقتي هو كرتون حوالي 90، بس في اماكن بتبيع اغلى من كده، فانت على حسب البيض في منطقتك هتجيبي. فانا حاسبه لك البيض ب 20 جنيه، مش عشان انا معرفش البيض دلوقتي في كل منطقه بكام. يعني هنجيب 20 جنيه بيض، هنجيب 2 كيلو لبن ب 50 جنيه. هو اللبن يعني انت لو جبتيه من فلاحين هتجيبي ب 20، ب 21، ب 22، مش اكتر من كده. فانت حاولي تجيبي من فلاحين وتكون حد ضمناه وجربك منه كذا مره. هنجيب اللبن ده، هنغلي الاتنين كيلو على بعض وهنبيتهم في التلاجة، ما ناخدش منهم خالص عشان يعملوا معانا وش. تاني يوم الصبح هتشيلي الوش ده بقى كده من على وش اللبن، وهتعملي بيه ايه؟ هتعملي منه جبنه، شويه قشطه، هتشيل القشطة دي مرة على مرة، هتحوشي حبة حلوين كده تضربيهم بالمضرب أو بمضرب السلك أو في العجان أو في الكب، أي حاجة عندك، وتعملي منهم شوية إيه؟ سمنة. أنا عاملها لكم على القناة لو عايزين تشوفوها. هتعملي منهم شوية سمنة بلدي، هيبقى معاكي سمنة بلدي طول الشهر في البيت، تمام؟ معانا كمان ربع كيلو، هنجيب ربع قريش ب 12 ونص. عايزة تزودي القريش زودي. أنا سايبه لك للجبن هنا تاني تحت، في هنجيب جبنة ب 35 جنيه. طبعا الجبنه حسب النوع اللي انت بتحبيه بقى، عايزه تجيبي علب، في علبه اللي هي دومتي دي ب 32 النص كيلو، عايزه تجيبي جبن بقى، تجيبي مثلا تمن تركي ربع بيضه، اي نوع جبن اللي تحبيها دي. عايزه تشيلي الجبن وتجيبي بدل الجبن دي بيض، فبراحتك العبي بقى في الحته دي براحتك. انا كمان سايبه تحت كاتبه لك دي عشان هنعمل معجنات، وهنجيب فول مدشوش وفول تدميس. فانت لو اكتفيتي بالفول والطعميه والبيض وجبنه القريش مع اللبن مع المعجنات هتكتفي بيهم طول الاسبوع، يبقى ملهاش علاقه بقى، مش لازم بقى ال 35 بتوع الجبنه دول نشيلهم نحطهم في اللحوم او في اي بند تاني اكون انا قصرت فيه، تمام؟ يبقى ايه؟ الجبنه دي اختياري، يعني هو كل اختياري طبعا براحتك، بس الجبنه دي لو انت ما لقيتي نفسك اكتفيتي بالحاجات اللي هنقولها للفطار وفي العشاء، يبقى انت ايه؟ تخليها بقى ايه تزودي بهم بند اللحوم، ده من رايي يعني. طبعا احنا معانا البيت، فهنعمل ايه؟ هنعمل ممكن نعمل صينيه كيكه حلوه للفطار وفي العشاء، ممكن نعمل معجنات بقى، المعجنات بقى براحتك، يعني في معجنات طريه ما بتاخدش دهون كتير، ما بتاخدش يعني سمنه ولا زيت كتير، ممكن تعمل شويه قراقيش. شوفي بقى انت ايه المتاح عندك او اللي تحبيه، ممكن تعملي اللي هو ميني بيتزا، اي نوع معجنات انت بتحبيها هتنفعك كتير قوي في الفطار وفي العشاء. المعجنات دي خير في البيت، ودي زي ما قلت لكم دي خير في البيت، البيت اللي فيه دقيق ما فيهوش دقيق، تمام؟ فبعد كده بقى خلصنا بند الفطار والعشاء ان شاء الله، هنخش على بند الخزين. طبعا الخزين بيستهلك كام قوي في الميزانيه بتاعتنا؟ لو انت عندك تموين طبعا هيوفر معاكي كتير قوي. انا عاملاها من غير تموين بس كاتبه فيها رز ومكرونه ودي وكده، لكن دي من غير تموين عشان 400 جنيه طبعا عمرهم ما هيجيبوا التموين، الا لو ما نستغنيش بقى عن حاجات تانية وحطيش بدلهم الزيت والسكر، يعني هيكبالك كله ما عدا الزيت والسكر والشاي. هنجيب بقى هنا الخزين بقى، هنجيب كيلو ونص رز ب 42 جنيه، الرز دلوقتي رخص شويه، في اماكن بتباع ب 26، وفي فتح الله اكياس ب 26 ونص، وفي اماكن بيبيع السايب ب 25، وفي ناس بتبقى عامله عروض ب 20
بس انا مشفتوش، انا شفته في الفيس كانوا منزلين في مكان جنبي ان كيس الرز ب 20 جنيه، بس بصراحه ما جبتش منه يعني. تمام، فانت برضو شوفي العروض بتاعه الرز حاولي تجيبي منها. في علافين بيبقوا عاملين، هو كان علاف وعامل ايه الكيلو رز ب 20 جنيه، فانت حاولي تشوفي علاف او اي حد جنبك بيبيع رز رخيص، هتجيبي كيلو ونص رز ب 42 جنيه. هنجيب نص كيلو شعريه ب 10 جنيه، طبعا الشعريه بتزود بيها كميه الرز، وممكن برضو تستخدميها في الفطار او في العشاء باللبن كده او بالسكر او بالعسل الاسود. هنجيب برضو مكرونه، كيلو مكرونه ب 20 جنيه. لو انت الكيلو مش هيكفيكي ممكن تستغني عن الرز، يعني سابلك اهو بصي هنا كيلو ونص وهنا نص كده 2 كيلو 3 كيلو للرز والمكرونه. انت بقى ايه العبي فيهم براحتك، شوفي انت بتحبي الرز اكتر ولا المكرونه اكتر. بس انا ايه عاملاك على قد الميزانيه 400 جنيه، مش هتستحمل اكتر من كده ايه ان احنا نعمل عليها. ممكن برضو تشيلي الجبن وتجيبي بدلهم رز او مكرونه. هنجيب كيلو دقيق، وقلنا لازم يبقى في دقيق في البيت عشان هنعمل معجنات، هنعمل كيكايه، هو كيلو دقيق 8 كوبايات. انت هتاخدي مثلا 6 كوبايات تعملي بيهم معجنات، هيتفضل معاكي كوبايتين. الكوبايه دي هتسيبيها مثلا لو عملتي منهم بشاميل مثلا، لو عملتي مثلا عجه هتحتاجي دقيق، لو عملتي سمك هتعملي بيهم الدقيق، فهو هتخلي معاكي كوبايتين او كوبايه للايه للحاجات اللي انت هتستخدميها دي على حسب انت ما انت عامله المنيو بتاعك بتاع الاسبوع ايه. تمام، يعني ما تاخديش الكيلو دقيق كله، هتعمليه معجنات، تسيبي برده كوبايه ولا حاجه على جنب عشان لو احتاجتي تستخدميها في اي حاجه من وصفات الغدا. هنعمل كمان ربع فول مدشوش وربع فول التدميس. ربع فول التدميس هنقول ب10، هو حوالي 9 بس احنا هنقول ب10. ربع فول المدشوش ب7، دول للفطار والعشاء طبعا. لو انت مش عايزاهم هتشيليهم بقى كده معانا 17 جنيه. هتجيبي بيهم مثلا بيض، هتجيبي بيهم جبنه قريش، هتجيبي بيهم جبنه اي حاجه لو انتم ما بتاكلوش الفول والطعميه. تمام، انا بقول لك بس على الافكار، وانت بتنقي الافكار اللي انت بتتفق معاكي يعني مع ميزانيه بيتك ومع اي سيستم بيتك. هنجيب كمان خميره وبيكنج باودر وفانيليا. خميره طبعا عشان لو عملنا معجنات، وبيكنج باودر لو عملنا سنيت كيكه، وطبعا الفانيليا دول عاملين 7 جنيه. تمام، يبقى هنا ميزانيه الفطار والعشاء انا عامله لك 117.5، وطبعا قلت لك الجبنه دي ممكن تشيلهم تدخليهم في اي بند تاني. عامله لك هنا ميزانيه الخزين البيت 114 جنيه. ممكن عايزه تشيلي الفول والطعميه وتشيليهم وتدخليهم مثلا في بند دقيق، تجيبهم دقيق تدخليهم في اي بند تاني، في جبن اي حاجه كده فبراحتك. تمام، هنا هندخل على بند المنظفات، وده اكتر بند احنا بنعرف نوع ايه نوفر فيه. هنجيب هنا اوكسي او اي نوع او برسيل جيلي سايب او اي حاجه سايبه، هنجيب بحوالي ايه 15 جنيه. هنجيب صابونه او كيس اوكسي اللي هو 15 جنيه، في كيس ب10 وفي ب15 وكده. هنجيب صابونه وش يعني ب7 جنيه. هنجيب كلور ب5 جنيه. طبعا الكلور ب5 جنيه ده مش هنستخدمه زي ما قلت لكم، مش هو اللتر بحوالي 2 جنيه، فانت هيبقى معاكي كميه كبيره قوي، فانت اسبوع هتجيبي كلور هيقعد معاكي شهرين ثلاثه، لان احنا مش بنستخدمه غير في التنظيف بس. فهتجيبي اسبوع كلور، اسبوع هتجيبي ليفه اللي هي ليفه المواعين ب5 جنيه، اسبوع تاني هتجيبي سلك مواعين، اسبوع هتجيبي دوني، وهكذا. شوفي انت كل اسبوع هتجيبي الحاجه اللي انت ناقصاكي. طبعا الليفه مش هتستجيبيها كل اسبوع، الكلور مش هنجيبه كل اسبوع، السلك برده هيقعد معاكي اكتر من اسبوع، فانت حاولي ايه تسيستمي نفسك في الحته دي ان كل اسبوع تجيبي حاجه من الحاجات اللي ناقصاكي في البيت. تمام، جاء اسبوع عليكي وكنت خلاص كملتي حاجات اللي انت محتاجاها مش محتاجه 5 جنيه، هتزودي بيها ايه الاوكسي. تمام كده المنظفات عامله معانا 32 جنيه. هنا الخضار بقى عاملين 10 جنيه للطماطم. الطماطم دلوقتي 3 ب10. تمام، هتجيبي لك مثلا 3 كيلو طماطم، هتاخدي منها الجامده هتشيليها في درج التلاجة، وهتاخدي الباقي تصلصيه عشان ما يبص منك، تصلصيه وتحطيه كده ايه في الفريزر تستخدميه منه بقيه الاسبوع. وتشيلي منه، انت بقى جبتي 3 كيلو فانت حاولي تشيلي منه كيس او كيسين على جنب، انسيهم يعني، اعملي درج كده ايه طوارئ او علبه كده حطيها في الفريزر بتاعك، واعمليها علبه الطوارئ وشيلي منها كل حاجه من اللي هتجيبيها زياده. عملتي الطماطم شيلي من الطماطم دي كيس ولا كيسين كده، قسميها على كيس وشيلي كيس ولا كيسين على جنب في صندوق الطوارئ او في علبه الطوارئ دي.
تمام. هنجيب 10 جنيه بطاطس برضو، البطاطس هتجيبي حوالي كيلو ونص او 2 كيلو، حاولي ما تجيبهاش الكبيره، تجيبها وسط وتخليها 2 كيلو. برضو ممكن تاخدي منهم بطاطسيه كبيره، لو جايبها صغيره هتشيل منهم بطاطستين وقشريهم وفرزيهم، انا مفرزاها معاكم في القناه قبل كده، وشيليهم على جنب في صندوق الطوارئ ماشي. هنعمل ايه تاني؟ هنجيب نص كيلو بصل ب6 جنيه، والبصل دلوقتي ب12، والاحمر زي الابيض، الاتنين بقوا بسعر واحد دلوقتي ب12، ده البصل الجديد. البصل هتجيبيه برضو عشان يكفي معاكي الاسبوع، هتعملي بايه، وكمان ممكن يكفي معاكي اسبوعين لو عملتي الخطوه اللي هقولك عليها دي، ان انت تاخديه تفرميه في الكبه، هيبقى معاكي كميه كبيره، هتاخدي منه على قد المعلقه بس في الاكله بتاعتك، فانت مش هتحتاجي انك تاخدي بصلايه كبيره هتستخدميها في الاكله، يعني لو جبتيه واستخدمتيه كده كل اكله هتطلعي بصلايه هتلاقيه مش هيكفي معاكي الاسبوع. لكن لو فرمتيه حتى لو هتبشري المبشره، لو ما عندكيش مفرم او ما عندكيش كبه، بدل ما تبشري بصلايه هتبشري هم كام بصلاي، هتبشريهم وشيلهم كلهم في كيس، بس اهم حاجه ان انت ما تخلوش ينزل ميته وانت بتضربي في الكب، وشيليه في كيس واسحبي منه معلقه على قد الاكله بتاعتك، هيوفر معاكي في الكميه، هيوفر معاكي في الوقت وفي المجهود، تيجي تعملي الاكل هتاخدي منه معلقه وتستخدميها على طول على الاكل، هيبقى جاهز معاكي. هنجيب ايه تاني؟ هنجيب بدنجان ب5 جنيه، بدنجان دلوقتي الكيلو مثلا ايه عامل حوالي 7 أو 8 جنيه على حسب برضو المنطقه، ب5 جنيه هيبقى حوالي كيلو وربع مثلا. هتجيبي بدنجان، تشوفي بقى انت هتعملي مثلا مسقعه، هتعملي بدنجان مقلي بالخل والثوم، حاجات من دي، فانت ايه وظفيه براحتك بقى، بدنجان بيدخل في حاجات كتير ومفيد جدا جدا جدا. تمام. هنعمل ايه تاني؟ هنجيب ب15 جنيه خضار، 15 جنيه خضار اللي هنطبخ بيه، عندك في ملوخيه، ملوخيه دلوقتي ب5 جنيه، هتجيبي كيلو ملوخيه مثلا، ممكن تجيبي نص كوسه، شوفي انت نوع الخضار اللي انت بتفضليه، ممكن تجيبي نص بدل 15 جنيه نص باميه، شوفي انت نوع الخضار اللي انت هتطبخيه الاسبوع ده وهاتي منه ايه نوع خضار. طبعا لو جبتي الملوخيه، لو انت ما بتستخدميش الكيلو، كيلو دلوقتي ب5، لو انت ما استخدمتيش الكيلو طبعا مش هتستخدمي الكيلو كله، هتعملي لو هتستخدمي نص هتاخدي نص وتعمليه، انا عامله لكم الملوخيه في تجهيزات العيد، هسيب له لكم برده ان شاء الله في الاي او في اخر شاشات اخر النهايات، ملوخيه بطريقه حلوه قوي هتعجبكم، هتفضل معاكم خضره طول السنه. انت لو جبتي كيلو ملوخيه ما تعملوش كله، هتعملي مثلا نصه وتشيلي النص التاني متفرز في معاكي في صندوق الطوارئ. تمام. يبقى احنا كده شايلين طماطم وشايلين بطاطس وشايلين ايه كيس ملوخيه او شويه كوسه او اي نوع بقى ايه من الخضار اللي انت هتجيبيه دوت معانا. احتاجتي تجيبي اكتر من نوع خضار معانا، ال 35 بتوع الجمال لو ما احتجتهمش، او بتوع الفول والطعميه لو مش هتحتاجيهم برده هتدخليهم في بند، يعني يا ده يا ده، مش هتجيبي الجبن يا هتجيبي الفول والطعميه عشان حاجه تكفي معاكي فطار الاسبوع ان شاء الله، هتدخليه في بند ايه في الخضار، هتجيبي خضار وايه وتشيليه وتشيلي منه في صندوق الطوارئ. وهقول لك دلوقتي صندوق الطوارئ ده هنعمل بيه. معانا هنا اللحوم، انا كده اللحوم عامله معانا، الخضار عامل معانا 46 جنيه ماشي، كده اتفضل معانا 91 جنيه عشان نجيب بيهم اللحوم. هنعمل ايه بقى في اللحوم؟ هنجيب ربع كيلو بانيه، ودلوقتي البانيه اوفر من اللحوم، فانت انا مش هقول لك هاتي لحمه مفرومه، لان اللحمه مفرومه بقت غاليه برده دلوقتي، حتى في امان بقى 220، الربع ب55، فان هنحاول ان ايه نمشي نفسنا بقى كده من هنا للعيد بالبانيه. هتجيب البانيه ده ممكن تخلي الراجل يفرمه لك، وفي فتح الله بيبيعوا مفروم، بس انا مش عارفه بصراحه المفروم بتاعهم يعني، ممكن انت تخليه يفرمه لك وانت واقفه، وممكن انت تجيب البانيه وتفرميه في البيت لو عندك حاجه تفرمي فيها. هتجيب البانيه ده تفرميه، هتجيبي ربع ب40 جنيه، الربع المفروم ده ممكن تعملي منه سنيت جليش، ممكن تعملي منه كفته فراخ بدل الكفته، كفته بقى اللحمه هن ايه نسيبك من اللحمه دلوقتي اليومين دول، وهنعمل كفته لان اللحمه كمان هتغلى الفتره الجايه على العيد اكتر، فاحنا هنعمل ايه كفته فراخ بدل كفته اللحمه، هنعمل برجر فراخ بدل برجر اللحمه، هنقطعه شرايح صغيره خالص ونحشي بيه الجليش، او ممكن تفرميه وتحشي بيه الجليش هيجي معاكي كميه كبيره مع الخضار اللي بنحطه هيعمل معاكي، ممكن نعمل فاهيتا، ممكن نعمل شاورما، ممكن نعمل اي حاجه بقى عندك بالبانيه دوت هتستخدميه. تمام. ربع البانيه دلوقتي البانيه ب160، فهتجيبي الربع ب40، معانا بقى 50 جنيه تانيين هنعمل بيهم ايه؟
ممكن بقى يا اما تجيبي سمك، انا مش هحدد لك نوع السمك لان البولتي دلوقتي اقل حاجه هو المتوسط بتاعه 80 جنيه البولتي، وما بيعملش عدد كبير، فانت ممكن تجيبي سمك بحر. سمك بحر بيبقى خفيف فبيوزنش، بيبقى كميه كبيره، فانت ممكن تجيبي نص سمك بحر وهيفيد معاكي من 50 جنيه، لان سمك البحر ب 70 وب 80 وب 60. ممكن تجيبي سردين وبسارية، ممكن تجيبي برضو، عايزه تجيبي مفروم هتجيبي مفروم، ممكن تجيبي كبد وقوانص هيبقى معاكي اوفر، ممكن او اسبوع تجيبي كده واسبوع تجيبي كده، يعني اسبوع تجيبي بانيه، اسبوع هتجيبي مفروم، اسبوع هتجيبي كبد وقوانص، اسبوع وراح هتجيبي مثلا اجنحه، كيلو اجنحه ب 50، هتجيبي كيلو اجنحه وتعمليها على صينيه بطاطس حلوه معاكي كميه كبيره. ممكن تجيبي صدق برضو تحطيه ربع، لو جبتي ربع صدق وحطيه في صينيه بطاطس هيبقى معاكي كميه كبيره، مع شويه رز بالشعريه تبقى اكله حلوه ومشبعه. ممكن نجيب رنجه، فانا قلت لك هو كذا اختيار، وانت بقى قدوا ايه تنقي منهم ايه اللي انتوا بتحبوه، او ايه تنوعي بينهم كل اسبوع، تغيري عن الاسبوع اللي وراه كده. بقى ايه الميزانيه بتاعتنا؟ طبعا الاول صندوق الطوارئ دوت هنعمل بيه ايه؟ انت بقى كده شايله معاكي طماطم، شايله بطاطس، وشايله بصل، وشايله اي نوع خضار عندك. هيجي الاسبوع اللي وراه هيبقى متوفر عندك شويه حاجات دي، بدل ما تشتري بقى كده طبعا هتكملي على اللي عندك، بس هيبقى متوفر عليكي اسبوع على اسبوع على اسبوع. هيجي معاكي اخر الشهر، هيجي عليكي اسبوع، يعني انت اسبوع ده هتشيلي كيس طماطم مثلا او كيسين، وكيس بطاطس، وشيلي معلقتين ثلاثه بصل على جنب، وشيلي مثلا الخضار اللي هتجيبيه شيلي مثلا منه حبه على جنب. الاسبوع اللي ورا هتعملي كده، الاسبوع اللي ورا هتعملي كده، في الثلاث اسابيع. هيجي الاسبوع الرابع انت مش هتحتاجي ان انت تشتري حاجات كتير، هتشتري حاجات قليله، وهتاخدي الفلوس بقى اللي انت وفرتيها تدخليها في بند الخزين، تجيبي بقى شويه بقى ايه خزين عندك في البيت، مكرونه، رز، املي بيتك بقى بالخير. دقيق، إيه الحاجات من دي كلها، سيك من بند الفطار والحاجات دي، لا هاتي بيهم شويه خزين في البيت، يبقى بيتك مليان ايه دايما بالخير كده يا رب دايما. تمام كده احنا الميزانيه بتاعتنا 400 جنيه، كل البنود بتاعتنا عملت 399 جنيه، اتفضل معانا جنيه. طبعا هنجيب بيه كيس الملح اللي محيرنا كل مره، لو انت محتاجتوش في كيس الملح وكان عندك ملح هتحطيه بقى ايه في البرطمان اللي احنا بنحط فيه جنيه على جنيه، ان شاء الله هيعملوا معاكي حاجه. تمام، ممكن برضو توفري من اي بند من دول، توفري منه اي حاجه توفر معاكي تحطيها برضو ايه في البرطمان بتاعنا. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه، واضغطي على زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده بنزلها. ويا رب الميزانيه النهارده تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، واشوفكم ان شاء الله بقى في فيديو جديد. ولو لاي حد اي لاي طلب او لاي ميزانيه اكتب لي في التعليقات، بس اكتب لي هو عايز بالتموين ولا من غير التموين، وكل الحاجات كل الطلبات بتاعته يعني. تمام، يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.